معانا الاستاذ عوض الله فتحي عوض الله، رئيس محطه الشهداء. هيكلمنا عن البوابات الالكترونيه في المحطه والتي تم تشغيلها كتجربه اولى لتفتيش الركاب الوافدين على محطه الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده تم تركيب 3 بوابات بعد تعديل المواقع بتاعتهم اللي كانت متركبه يوم الخميس والجمعه بمعرفه الامن. طبعا دي اجهزه ذات تقنيه عاليه، اي حاجه معدنيه قدام وبتحدد مكانها بالنسبه للجزء العلوي او الوسط او السفلي، المكان اللي موجود فيه المفاتيح او الموبايل او اي حاجه معدنيه. طبعا هنا بتركب 3 بوابات في المحطه، والتجربة دي إن شاء الله بتعمم على مستوى المتر كله. في بعض الأجهزة تانية إن شاء الله جاية، زي السير اللي هو بتحط عليه الحقائب بتاعت الركاب والشنط، وإن شاء الله كل ده كله حماية للمواطن المصري عشان يبقى في أمان، وحماية لينا كلنا إن شاء الله في رحلتنا في الذهاب والعودة من وإلى البيت وإلى الشغل وإلى المدرسة والجامعة. بالنسبة لمحطة الشهداء ليها طبيعتها الخاصة، طبعا بتشهد كل يوم زحام كثيف جدا من الركاب الوافدين على المحطة، وطبعا مع الزحام دوت هيصعب على الركاب كلهم ان هم يمروا من البوابات الالكترونية. ازاي يتم التعامل مع الامر؟ المحطة بتمر بظروف استثنائية لان محطة السادات مقفولة، فاحنا هنا دلوقتي حالة محطة اللي احنا فيها دلوقتي تبادلية. احنا يعني كان عندنا السادات فيها تبادل والشهداء فيها تبادل، 3 خطوط، ففي كثافة ركاب عالية جدا، وان شاء الله بنتمنى ان الامور تستقر وتتفتح محطة السادات وترجع محطة الشهداء للحالة الطبيعية تاني. فطبعا الامن بيتعامل بطرق عدة، مش شرط الاجهزة، قبل الاجهزة في موظف الكلاب البوليسية منتشرة في كل مكان بالمحطة، لا افراد الامن، امن الشرطة وامن شرطة شركة المترو. في عندنا اخوة افاضل زملاء لينا امن المترو متواجدين في كل مكان بالمحطة. الناس دي مش لابسة لبس بيت زيها زي المقبرين، بيتعاملوا مع الموقف والحالة اللي موجود فيها المحطة، وبيبدأ يتعامل مع الراكب، وبيفتش الراكب، ودي أجهزة مساعدة مع الأجهزة اللي هي المحمولة اللي متفرعه على بعض من الأخوة الأفاضل بتوع الأمن، برضه دي كلها أجهزة مساعدة. كل مكان في المحطة هنا يعني العملية مش متسابة. اتفضل يا استاذ.